عسلامة، معكم مروان نجار، انجينيور ان انفورماتيك اندستريال انسات بروموسيون 2011، وتوا كونسلتون ان اورغانيزاسيون اي سيستيم دانفورماسيون في باريس. بالنسبة لتوني روبوت، انا كنت واحد من لي مومبر كي اون كريي ليفينمون هذا. احنا خدمنا l'édition 2010, ou qui m'a 2010, l'événement a été créé en 2009 comme création. Et donc, nous avons beaucoup de temps pour définir le concept, comment va se passer, quel est le résultat attendu, le nom de l'entreprise, comment l'organisation de la service, l'exploitation de l'espace de l'INSAD, donc la service toute, la conception toute. Ou les premiers contacts, c'est ça qui nous a fait un peu de temps avec les écoles de Tunis toute. دونك وكانت ايكيب تحفونا برشا، ديما عندنا طموحات كبيرة وعندنا دي زومبيسيون، وديما نحطو من على بار تري هوت. دونك قلنا بصراحة انجينيور تونسي يستحق دي زيفينمون أحسن شوية، ونستحقو باش نعملو دي زيفور أكثر شوية باش نوريو صورة الانجينيور التونسي كوم يل سو دوا. لي زوبجيكتيف نتاع توني روبوتس احنا عملناه مش من القلق، سا سي سور. وقت اللي قررنا باش نعملوا ليفينمون هذا، فما تروا زوبجيكتيف واضحين معناها متفقين عليهم الناس الكل. اول اوبجيكتيف هو ساعه باش نطلعوا النيفو العام نتاع الكلوب اللي في تونس، ما برشا كلوبات دونك يتقوي نيفو شويه، دونك اكيد فما ناس باش تعمل ايفور اكثر باش يطلع شويه. دونك هذا اول اوبجيكتيف، انجينيور تونسي لازم يعمل حاجات ما خير. دونك هذاك لوبجيكتيف الاول. من اديسيون لاديسيون تاو 4 اديسيونات، بصراحة فما تحسن خفيف شوية، ماهوش تحسن كبير ياسر، فما تحسن او موان في الكونتيتي. دي هو حاجة، دي حاجة باهية من الكونتيتي متاع لي زيكيب وكذا، ديجا حاجة باهية. الكاليتي تتحسن شوية شوية، هذا لوبجيكتيف الاول. قولوا 50% منه قاعدين نقدموا فيه. لوبجيكتيف الثاني هو نقربوا لي زانجينيور التوانسه من بعض. راح كل سيكتور فيه دي ريزو، وماذا بيهم الناس كل تخدم مع بعضها، معناها باش يتبادلوا الخبرات. و انجينيور مثلا كسوة في بنزرت يستحق مرة الانجينيور من قابس، ولا حاجة بيها باش نعملوا حاجة كيما ريزو، لي زانجينيور يعرفوا بعضهم. دونك هذا ديجا لوبجيكتيف الثاني، وهذا نتصور كيف كيف تحقق، معناها بنسبة باهية. دونك إذا كان تو من عام لعام لي كونتاكت قاعدين، ومن بروموسيون لبروموسيون لي كلوب ديما اون كونتاكت، دونك هذا حاجة نلوجو عليها ونحبوها. وتوا ولاو دي زيفينمون يتعاملوا مرة في سويسرا، مرة في دي زيكول اخرين في تونس، والناس الكل ولات تعرف بعضها، وهذه حاجة لوجنا عليها ونصور تحقق معناها بنسبة خير. والوبجيكتيف الثالث نقربوا الدومين هذا من الببليك، من الجران ببليك. وحتى هذا حسب ما نشوف معناها نجحنا شوية، معناها هو قبل كل ايفينمون نشوف في الراديو، نمشيو للجران سيرفاس نوريو في رواحنا، فما الجرايد تحكي، فما التلفزة تحكي. قبل كانت مطرف شوية في الأخبار، تولوا برشا دي زيميسيون يحكيو عليها، معناها ولاو حتى الصغار انتريسي، العائلات ولا انتريسي. لافونيغ متاع توني روبوتس، فما حاجة بركة من التصور اللي عملناه احنا من 2009 و 2010، وحاجة مازال ما ريناهاش، هي اللي ليفينمون يتعدى للاشياء الانترناسيونال. هذه من الحاجة انا واحد من الناس مازلت نستنى فيها، وكل عام قاعدين ندرس شوية. مانيش اون كونتاكت مع لي زيكيب الكل، مي فما دي زاني اللي معناها حاولنا باش نتعداو الاشياء هذه، وقدمنا برشا معناها. ديجا حتى في 2010 كنا قراب برشا باش نتعداو الانترناسيونال. دونك فوالا، لازم قريبا ان شاء الله يتعدى الاشياء الاكبر شويه. سينو ماشيين في سكه صحيحه، وان شاء الله اللي جاي خير. بوغ فينير، ان شاء الله معنا ليديسيون هذه
تكون كالعادة، معناها تورينا وجه تحفون، يتفرهدوا الناس الكل وتتعاد ديسيون حلوة. ديجا معناها إن شاء الله أنا باش نكون حاضر المرة هذه، وعندي ثقة اللي معناها باش تكون معناها حاجة تشرف الإنسان وتشرف الإنجنيور التونسي. ونقول لكم بون كوراج وأتخي بيانتو إن شاء الله. سلامة.